وشرطتها وجيشها وبيستخدموا سلاح كبير قد يكون هو من أيدي مصريين وهو الإعلام المصري. خلينا نفتح ملف الإعلام مع وجود سيادتك مع الأستاذة زينب وحيد، باحثة إعلامية بالدراسات العليا جامعة عين شمس. أستاذة زينب مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. كنا نتحدث أنا وضيفي أستاذ إسلام الركحي حول دور الصحافة والإعلام في هذه المرحلة للوقوف بجانب مصر، وكثير من الاعتراضات توجه على السوشيال ميديا، يعني إن الإعلام بيتخذ جانب مع دائما، والناس بتشوف إن ده نوع سوري من التطبيل يعني، والآخر يتخيل إن المعارضة هي مع عدم الوطنية. باعتبار سيادتك باحثة إعلامية ومتخصصة في هذا الشأن بشكل أكاديمي، يعني إزاي المفروض الإعلام الحيادي يطبق دون أن يتعارض مع وطنيتنا ودون أن نجهل رسالتنا اللي احنا منوطين إن احنا نوصلها للمواطنين؟ في الحقيقة زي ما حضرتك فضلت وقلت إن دلوقتي احنا محتاجين نعلي ويبقى في دور للإعلام المصري أكبر بكتير من الدور الحالي. الإعلام المصري احنا لازم نبقى عارفين إن في إعلام معادي له، ولازم يبقى في تعاظم لدوره، لأن أنا عندي مؤسسات وهيئات وبلاد كاملة قاعدة بتعمل على التلاعب بالمعلومات، بس هي دي وظيفتها. وزي ما احنا شفنا في مؤتمر الشباب الأخير إن كان فيه جلسة كاملة مخصصة عن السوشيال ميديا ومواجهة الشائعات، وزي برضو ما شفنا في خلال الجلسات إن إزاي بيتم تبرك الفيديوهات، إن فيديو لطيارة ماشية في الشارع ملهاش لوحة معدنية وهي في الحقيقة ليها. كمان إحدى عبارات الإسكان الوجهة واقعة وده مش حقيقي، وده اللي تطرق ليه سيادة الرئيس يا أستاذة زينب في حلقة الإرهاب بمؤتمر الشباب الماضي، والحقيقة عرضوا لنا فيديو كلنا اعتقدنا ساعتها أنه هو فيديو حقيقي، وطلع أن دي يعني اللي بيحصل لينا يعني من تزييف حقائق. فخليني أقول لحضرتك أن الإعلام في المرحلة اللي احنا فيها هو أمن قومي، وإحنا لازم ندرك ده، بس مش هنقدر نقول ان الاعلام هو المقصر قد ما الاعلام مش عارف يقوم بدور انه مش عارف يوظف الاليات الموجوده معاه. دلوقتي احنا ما عندناش تواصل للمعلومه، انا عندي شائعه، والشائعه دي ما بتكونش جديده او حاجه او ظاهره جديده لسه ظاهره، لا، هي المصطلح الشائعه هو ده موجود من قديم الازل ومرتبط بتطور المجتمعات. يمكن الجديد الشائعه الالكترونيه، احنا كنا بنشوف الشائعة بتظهر في المجتمع بشكل ان حد قال حاجة فبيتكلم بشكل مباشر مع شخص اخر عن خبر غير صحيح، لكن الشائعة الالكترونية طبعا احنا دي حاجة بيصعب ان احنا نتحكم فيها، وبيصعب كمان ان احنا نسيطر عليها. فالطبيعي دلوقتي ان احنا نوظف اليات الاعلام ان احنا نرد على ده، وده مش هنقدر نعمله الا بتوفر المعلومة. لما يكون عندي معلومة انا هقدر اطلع بيان رسمي سريع وهيتعرض عن طريق طبعا وسائل الاعلام، وهوضح للمواطن ان الشائعه دي غير حقيقيه. بمجرد توافر المعلومه لما بيكون بشكل عادل وسريع انا بقدر اتحكم في الشائعه، فالموضوع بينتهي. كمان ان الاعلام لازم يكون بيعبر عن القضايا اللي موجوده على السوشيال ميديا. انا ما ينفعش افتح التلفزيون ما الاقيش الحديث عن القضايا اللي مثارة على السوشيال ميديا. انا كشباب او كمواطن محتاج يبقى في تكامل بين ده وده كوسائل اتصال. ففكره ان القياده او الدوله تدرك ده في مؤتمر الشباب وتدرك اهميه السوشيال ميديا ونلتفت لده، فالحقيقه دي حاجه كويسه جدا. واحنا يعني يمكن كثير من البرامج بدات تعرض فعلا المشاكل الحاليه والقضايا اللي على الساحه في السوشيال ميديا وترد عليها. ويمكن الدوله يعني احنا ملاحظين ان هي بدات تفتح قنوات ان احنا نقدر نرد وان احنا نقدر وبتفتح صفحات دلوقتي للشائعة وحقيقتها، وده بنشوفه فيديوهات وبنشوفه بوستات على الفيسبوك من خلال مواقع معتمدة من الدولة يعني. بالضبط، وده يعني ده كمان هيساعدنا كإعلام في ان احنا نرجع ثقة الجمهور فينا، وان الجمهور يرجع يلتف حوالينا، ان الراجل البسيط اللي في القرية اللي ما عندوش وسائل تواصل حديثة زي السوشيال ميديا هو بمجرد ما يفتح التلفزيون هيبقى عارف ايه اللي بيحصل، مش هيبقى في حاله من الانعزال. زي ما قلت لحضرتك توظيف اليات الاليات والوسائل الاعلاميه
دي اكبر حاجه ان احنا نرد على الشائعات، وان احنا برضو ما نستخدمش بعقليه المواطن. يعني احنا المواطن بيشغله قضايا معينه، لازم الاقي الرد، لازم الاقي الرد ورد صريح. لان لو استخفيت بيه طبعا مش هيكون قدامه حل غير ان الاشاعه هتتملك عقله ويبتدي طبعا يصدق، وساعتها هنبقى احنا المقصرين مش الشائعه هي اللي يعني مقصره يعني. بالظبط. وزي ما حضرتك كلمت من الناحيه الاكاديميه، احنا عندنا اكتر من 70% من الشباب هم مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا علشان يقدروا يتواصلوا، سواء يعرفوا احدث الاخبار، يعرفوا معلومات، يبقى في تواصل مع الاخرين. فانا عندي تعرض، نسب تعرض كبيره جدا جدا للشباب والمراهقين للسوشيال ميديا. انا ليه ما استغلش ده؟ ليه دايما مركزين في الاعلام التقليدي فقط؟ لا، في اله جديده، في قناه جديده، انا محتاجه ان انا استغلها واعمل عليها كدوله، ان انا اوصل للناس دي وابث افكاري. وزي ما حضرتك كنت بتتفضل وبتقول ان الناس بتتلاشى الحديث عن الحاجات السلبيه خوفا من ان ده يبقى جزء معارض. لا يا جماعه، السيد الرئيس في مؤتمرات الشباب كان بيتطرق للجزء السلبي والجزء الايجابي، وكان بيقول احنا عندنا مشكله في واحد واثنين وثلاثه، لان يعني في الطبيعي ان اساس حل اي مشكله هو الاعتراف بيها. طبعا. ففكره ان احنا نعرض ان احنا عندنا جانب سلبي سواء في الاعلام او في اي قضيه ثانيه، دي حاجه يعني ما بتقللش مننا، بالعكس ده صح. حاجه بمنتهى المصداقيه، وانت كده بتتعامل مع المواطن وبتحترم عقله. فزي ما احنا بنركز على الصور الايجابيه، محتاجين كمان نشوف القضايا السلبيه ونعالجها ونتكلم عليها، ويبقى للاعلام حريه في ده. وكمان مقترحات، ويبقى ناخد بناء ونجيب خبراء ونقعد ونتكلم، احنا عندنا مشاكل واحد واثنين وثلاثه ومحتاجين نحلها. فعرض المشكله مش معنى كده ان انت بتاكد ان الدوله وتظل الوطنيه هي في المقام الاول طبعا المتصدره للرساله الاعلاميه، لان الاعلام هو اعلام مصري. شكرا ليكي استاذه زينب وحيد، الباحثه الاعلاميه بالدراسات العليا جامعه عين شمس. مكملين هذا الملف الشائك الذي قد يكون هو الشعله التي ياتي منها كل الخراب، وخلينا